جلسة استطلاعية 100%. يعني سأل التاريخ الجلسة كان هو عم بيسأل وعم بيسأل هيدي شو هاي شو هاي شو هاي شو رأيكم هيك كذا هاي ليش هيك، وبالتالي مظبوط جولة استطلاعية. ما بعرف شو بتقصد بسؤالك، بس بكل صراحة هو ما عنده مقترح طرحه. اجى صار يسأل انه طيب شو نتائج الجلسة الماضية؟ طيب شو نتائج اللي قبلها؟ طيب إذا نضل هيك وين بروح الوضع؟ طيب شو ممكن تقترحه؟ طيب شو ممكن نفكر بحلول؟ يعني كلها كانت بتدور حول جولة استطلاعية كل معنى الكلمة. أكيد ما أخذ موقف، ما بياخذ موقف، يعني هو جاي يشوف شو بده يعمل. بس أنا خليني بهالمناسبة قول 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 شغلي. طبعا أنا كثير مبسوط إنه إجا مسيو لودريان وشفناه اليوم والتقينا فيه، وهو كثير مبسوط إنه موجود بلبنان، وحيالله موفد أجنبي بيجي بالوقت الحاضر بيكون اللبنانيين مرحبين فيه إلى آخره إلى آخره. بس كل قصة الرئاسة لها علاقة ب 122 نائب موجودين هون، ما بدها هالقد، يعني ما بدها أمم متحدة وما بدها دنيا وما بدها كلهم في 122 نائب. مرته ما بدي نزلوا على جلسة، لو شدوا حالهم شوي صغيرة كان واحد منهم أخذ 65، ياخذ 65، خلصنا انتخابات الرئاسة. يعني هذا كل اللي عم نبحث فيه، وبتمنى الإعلام يساعد اللبنانيين إنه يكونوا بالموقع الصحيح من ناحية التفكير بالشغلة. خي هذا كله ما كانش لازم. ايه مسيو لودريان كتر الله الف خير 200,000 مره، بس انه الكتل والاحزاب اللبنانيه كان مفترض انه هي يصوتوا مع هذا ولا مع هذا، بده يصوت مع بده اياه. مش انه في بعض الكتل من الاول بتعطل الجلسات 12 جلسه و12 جلسه عم بيعطلوها. هاي الدوره لو هاي الجلسه لو صارت الدوره الثانيه كان عندنا رئيس جمهوريه، ما بدها لا بدها فرنسا مع احترامي ومحبتي لفرنسا، ولا بدها امريكا ولا بدها اوروبا ولا بدها السعوديه ولا بدها ايران ولا بدها حدا، ما بدها على انه نيجي نقول نحن بدنا نصوت ونحن الشهر الثامن بفراغ الرئاسي. يعني انا بقول هيك لانه على طول بنشيل مشاكلنا بنزتها على الاخرين، شو جاي يعمل لودريان شو جاي يعمل لودريان، من بعد ما شافوا انه صار 8 شهور وبنروح وبنطلع وبننزل ونحكي حكي بلا طعمه، وبدنا نعمل هلا شو حوار وطني، شو خي عندنا انتخابات رئاسيه ننزل ننتخب رئيس هذا او هذا. وهالمرة ثابت في مرشحين، يعني كثير واضحة القصة كانت، عطلوا الجلسة، والبعض للأسف يعني هيك راح شمال ويمين، طلعنا بدون نتيجة حاسمة مع إنه كان ممكن النتيجة تكون حاسمة. فإذا بدنا نرجع لحالنا نحن. بيت القصيد هون، عندنا المشكلة هون بلبنان. كان عليك حضرتك في ضمن الجمود يلي صار مثلا في مرشحين اثنين ما عندهم عدد أصوات. ما هناك من يدعو متفضل نحكي مع بعض هل قدرنا نخرج في حل؟ شو المأخذ في الحوار؟ لا هون عم اذا بدك يعني عم تستعمل شغله حلوه مشان شيء سيء. الحوار كحوار على طول ضروري وعلى طول لازم وعلى طول موجود، بس بالانتخابات الرئاسيه شفت لك شيء مطرح اذا الناس بدهم يتفقوا يا خيي على مرشح بين بعضهم، بيقعدوا على طاوله هيك فرقاء بحطوا ورق عمل بيتفقوا بيتواصلوا مع بعضهم. ونحن طارحين من اول لحظه صار فيها انتخابات الرئاسيه طارحين هالعمليه، لبل نحن جربنا نتواصل وانا بقول علنا مع الفرقاء الاخرين يا خيي طيب تعال شوف تقبلوا فلان بتقبلوا فلانتين من اول لحظه، بدي اقول لك اياها لك من اول لحظه ما بيقبلوا الا بالسلمان الفرنجي. طيب بتحاور على شو؟ بدهم يحاولوك تقولوا لك تعال مشي معنا بالسلمان الفرنجي شو بدك؟ ما بدنا شيء، نعم بدنا عمليه بالحد الادنى ديمقراطيه مضبوطه، واذا بدكم تتفاهموا على مرشح كمان جاهزين، وبتعرف كيف يصير التفاهم على مرشح. وبالتالي هيديك اللي عم ينقص شغله اخرى ما لها علاقه بانتخابات الرئاسيه. حكيم المثل الفرنسي قال انه سيعود بعد شهر الى البلاد. هل سيعود حامل معه طرح ام انه ينتظر مع طرف
اللبناني حل. يعني هو كب الكرة بملعب اللبنانيين أم أنه سيعود بحمل حل؟ وخلال اجتماعكم معكم اليوم كانت كل الكتلة موجودة، هل حكيتوا بالأسماء؟ هل حكيتوا بهواجس القوات اللبنانية بالأزمة الرئاسية وبشغور الرئاسة وبتعنت خلينا نقول كل الأطراف اللبنانية بالأسماء اللي هي ماشي فيها؟ طبعا بهاي الجلسات المجالس الأمانات شو حكينا، عملنا جولة أفق كاملة على الملف الرئاسي صراحة، وحد الملف الرئاسي وأنا طرحت على أنه خيّة هالوضعية مثل ما هي هاي بدنا نشوف شيء، ما نضل على طول بتعطيلات وتعطيلات وتعطيلات وضل المواطن حياته معطل من وضع العطل عم يصير بالسياسة. صار بدها تفكير جدي بعمق بالطريقة اللي بتنشغل فيها الدولة اللبنانية، مثل ما عم تنشغل ما أنا موجودة، بدنا طريقة تكون موجودة فيها الدولة اللبنانية. المهم أنا برأيي اللي شفته عم بيعمله، عم بيجي يشوف كافة الفرقاء ويسمع له ويأخذ ملاحظاته تيرجع فرنسا يقعد على رواق أوكي ويفكر إنه من وراء المواقف المختلفة شو فيها نعمل، منين فيها نزبط. بس برجع بقول يعني كتر الله ألف خير من الفرنسوية اللي عم بيعملوا هالجهد، بس علينا نحن جهد مش علينا هن لازم نعمل، ما لازم نوصل أصلا لهون. أنا بتمنى على كل الفرقاء على كل الكتل على كل الأحزاب خيّعيد بالنظر موقفهم ونروح بكرة على جلسة، نحن واسئين رح نقدر نربح شيء؟ لا، ما حدا واسئ، حيالله انتخابات بالكون ما حدا واسئ أنه بيقدر يربح، ما هيك؟ خيّن نروح ونعمل انتخابات واللي بيروح بيكون ربح وخلصنا، ما بده هلأ. لا ماني شايف. لا صراحة ما رجعنا، لا أنا بعتبر هي مرحلة من الماضي، ما بدنا نضل نحكي بالماضي، حكينا يعني بالشهرين الماضيين نحن ولا لحظة انقطع الحوار مع والحكي مع المسؤولين الفرنسيين، وبالتالي حكينا كثير بالماضي، هاي مرحلة وخلصت صفحة ومطوية، وأكيد ما مش جاي لا تأنعنا بسليمان فرنجي ولا بغيره ولا يطرح غيره أبدا، جاي عم بيستطلع الوضع، حكينا بهالنقطة بالذات. لما سألنا عن السيناريوهات يعني إذا صار هيك شو بصير شو السيناريوهات؟ نحن طرحنا كان كثير واضح، أخي في عملية ديمقراطية وضحت المعالي، خليها تصير هالعملية، يعني ننزل على المجلس بصير أول دورة، برجع ثاني دورة، برجع ثالث دورة، برجع رابع دورة، برجع عشر دورة، أول يوم إذا ما خلصنا بنروح ثاني يوم، هيك بصير بكل دول العالم. هلا إذا في مرشحين مطروحين ما حدا منهم أخذ أكثرية بأول دورة، ما بتاني دورة ما تنسى ما هو دورات متتالية ليش تنعمل؟ فترجع العالم تعيد النظر بموقفها، يعني يلي صوتوا مدري لمين يمكن يرجعوا يروحوا يصوتوا حالة ثانية، وهيك بتخلص الانتخابات. لا أنا طرحت عليه إنه المجالس والأمانات اتفقنا؟